غاب البوسان عندها الحلاك طبين البنات شو ها الله يكبر بحال اللي كتبغي بنيتها صغيره اش كيشد سي محمد كيبقى بوسان تبارك الله على الليلة الغالية مبروك الحنة الله يبارك نعود لك بالعرس يا وياه لا فتحة شات شي درتي ليها باش يحشو عليك وكان جاو غنخطب شحال هادي انت سيدي محمد اييه هو ما بغيتش نقولها وهي كانت رافضة شوية عرسها قصح دابا راه ارتبط هو سمحوا لنا صحاب ديال الجبل ما عرضنا المشاي دابا هادي غير الخطبة ياك ان شاء الله العرس ان شاء الله الرحمن الرحيم مازال العرس ما كمليش دفوع عند الليلة الغالية ومازال ما جابش الكادو ما كملش الدهاز ان شاء الله حيت يكمل عاد ديك الساعه نشطو نعرض عليكم ان شاء الله كاملين القاعه وراه قريب ان شاء الله فهاد السنه ان شاء الله يجعل في ظروفي تشوفوها بالعرس الله يجعل في ظروفي تنتي الله يجعل في ظروفي فاجهه عليك امين ولا لا فاتحه تبارك الله عليها راه عبتني للحمام قالت لي مفاجاه صحتك الله دخلت البنت اخي من سبغ لها الحن امطر الله والعزيز العالي حل عليها البنات ويحيدهم من القبيحة ويعطيهم ما تمنت قلبهم ويجيب لهم التيسر ويسخر لهم ويخلي لهم الوالد ويخليها لهم ربي حداهن النواشة ديالهم ونطلب لها في التيسر والسور شوف النواشة ما غيفهموهاش المشاهدين شرحها لهم النواشة يا وريدة النواشة هي ولادي بحال وردة هما الوالدين راهم الوالدين اللي كان عندك هما النواشة ديالك الدنيا كلها هذا الشيء اللي كانوا يمشيو الوالدين اولادي والو
ما بقاش هو ويجا منا يمشي الوالدين نقطع يا صاحبي أي حاجة ونطلب لهم بالتيسر والتوفيق وفرحت بيا وكبرت بيا وما عندي ما نقول ونطلب الله أعطيش التحية النقاشة عاوتاني الردة الأخبار الخير تبارك الله على النقاشة ديال فاس ونطي التحية النقاشة فاس الله يعاونها خدمتي الله يسخر لك في القناة ديالك تانتم درويشة ومسكينة دخلوا معها في القناة نعاد درويشة أولادي ومساكن النقاشه الفاسيه ترى اللي بغى ينقش الحنه ناديه النقاشه الفاسيه تبارك الله ينقش الحنه غيجي عندي يقول لها حنا من طرف فاتحه السائقه ولا من طرف لالا الغاليه غنقص لكم 20% يا فابور غزلان شنو دايره في العكوزه ديالها خا العشيه محتمله بها كنتزوجها شحال هي مسكينه ما عمرها نقصت الحنه يعني كما كتعرف شحال هذه كانوا شي كيعملوا هذه النقاشه ديك الشيء وما كانتش كتبغي على العشيه خالتي فاتحه عرفت عليها ضروري ان شاء الله بحال شي عروسه ان شاء الله راسنا دابا هاد النهار عادرك من يعني غير مركبنا في عمان نحاولوا نعوضوا هذاك الشيء اللي فات وصافي يعني ديك التماره وديك العاده كما كتعرفوا الباديه ايوا الحمد لله حنا فرحنا نشدنا شويه ياك اياها الوالده حني ولا لا حنا وحداني لالا العروسه بالشغل عالي شوف وجه واحد النداء يكون عظيم وعالمي للمشاهدين كاملين داخل الارض وخارج الارض الوطن يعطيو تحيه للالة فاتحة ويهجموا عليها القناة ديالها يا للالة الغالية رقم واحد غالية رقم جوج اكدام دقيق الله يحفظك كما قلت لكم بقوا معنا في الفيديو دابا جيت عند لالا فاتحه وفرحت بيا والله يرحم الوالدين والمشاهدين ديالي الله يكبر بكم الله يسخر لكم فيكم في ولادكم وفي رجالكم احبابكم وخارج الوطن داخل الوطن كل شيء عندي بحال ندعم معكم في الغايب عندي بحال اولادي بحال المشاهدين ديالي بحال المهم خارج الوطن داخل الوطن وتا هي مسكينه مراه شنو ما نقول لكم مراه مفاجاه وقلبها كبير وركزوا مزيان مع الوالده شنو نقول جابتني وعبتني للحمام وقالت لي والو الليله بالذات معي ضيفه فنقش لك الحنه تنسيب النقاشه دخلت قالت لي مفاجاه الله يجعل سيدي ربي يحن عليها وعلى ولادها امين يحل عليها البنات ربي يسخر لهم عاود يقوي المستقبل ديالهم بالنجاح ان شاء الله اي حاجه وهي ثاني مراه طيبه مراه مسكينه مراه مفاجاه دخلوا معها في القناه يكثر خيركم الله يرحم الوالدين بحالي بحال هذه بحال اقل جزاء اللي نقدروا نجازيوها عليها على الخير ديالها والعمله ديالها ماشي زعما طمعان ولا شي حاجه بالعكس حتى شي اصلا انسانه ما شاء الله عليها كتبغي الخير ويعني محبه في الله والله العظيم والله ماشي شي حاجه داكشي اللي كاين محبه في الله وخليوني نهضر شويه انايا سابق فينا يعني واخا نقولوا راه الخير ديالها سابق فينا وبزاف الله يودي يعني ضحات معنا بزاف د الحوايج وعاونت الصراحه الله يعمرها دار انسانه طيبه بغيتكم ضروري تابوناو معاها اللي ما مابونيش ولا ما عرفش القناه ديالها راه فعلا انسانه كتستحق التقدير والتشجيع وكل شيء لان انسانه مكافحه ومناضله وتبارك الله عليها وحفظها الله ايوا كما قلت لكم زعما مرا طيبه تقي الخير ما زعما المهم تقي الخير واخا الخير ديالها واخا جيت عندها وهذيك الخير ديالها سبق فيا الله يكثر خيره اما راه مزيانه الله يكثر خيره بالعكس ان شاء الله نفرحوا بها وما تنش على كيما عندكم مازال دوز لها البيرمي داكشي ديال الزحمه مازال البيرمي ثانويه كان لا غاليه مرحبا بك مرحبا بك شوفوا العوينات خضرين عيفا طلع شوفوا العوينات اللي عندها بلا عدسات انا عيت بالعدسه تعيط من لونتي مره كطيح لي وحده مره كتبقى شنو راه ورقه ديالها ديال السيبر خايبين ساعه الزهر والو فرك الزهر مرحبا بك مرحبا بك ايوا انا دابا فرحت لي درت الخطوبه عندي عقبال العرس ان شاء الله نفرح بك انا غاليه ان شاء الله هي الفرحه هذه قبل فرحت بيا برضه بيا ومازال ديال اجي شويه ديال ديك المولى يعقوب الله يكثر خيرك الله يكمد لك العظيمات جعل في ربي عبد الجنه وعلى التمر اللي دوزتيه والزويته صرفت فيه الزويته الله يخطي عليا تفكرت فيه صرفت فيه حقيت الزيت الصحه والراحه الله يعمرها الله يجعلها في الميزان امين حبيبه باقي والخير ديالك سبق فيا
وحنا هذا مع هذا وربي معها جميع اولاد هادشي اللي كاين انا المسعوده ولادي الله يصرف الخير الله صرفت الخير انسى حل ما بقى يوقف لك مع اولادك يوقف لك مع احبابك يوقف لك يبيع لك القبيحه من الطريق ونتمنى لها الصحه والسلامه مع ولاداتها ونتمنى لها البنات أمين. الله يحيي لهم القبيحه من الطريق الله أمين. يجيب لهم التيتر الله يسخر لهم الله الغالية كل شهر عليك وبالنفع ان شاء الله يا ام الغالية كل شهر ندير عرس ان شاء الله واش ندوخ ها غي انا الطوبيس بقاو عمتي وشايبو يا لاله الغالية شكون يدير خالتي الغالية كسكسو داك الساعه بقى نجوع على الدار عاود نمشيو عندها الدار داك الساعه شوف بايما كنت تجي عندها شنو بغيتي نسمع ونفرش فيها ندير فيها الخيرات راه تبي الغاليه والبنادر باش تجيب انت لاله غاليه ان شاء الله عاد جوج عندها جوج لا ما تخلاش عندنا عندها الدوزان كانت عندها الموهبه ولكن ما استطاعت على الاساس يسقط ما كملش الامتحان باش تنجح اي والله ايوا كره دابا تكون شي خاوه ولكن للاسف الحمد لله ولات ام صالحه دابا المراه ديالها حاد قاصلة على النبي عليها وكملت دينا دابا وتخطبت والله جبنا التيسير هو الحاج كملات دينها لاله الغاليه باركوا لها المتتبعين تقول لك شو حمرت لي شهوة لا الصحة والراحة الحمد لله يعطيك الصحة والصباح الخير غزلان الصحة والراحة هاي تبارك الله شي خفيف ظريف ما كاينش المشكل الصحة والراحة الصحة والراحة عادة ولا شي حاجة عادي الله يعطيك الصحة لالا فتيحة شكرا بزاف الله يخليك الله يخليك الله يخليك وانا صحابي غادي نقشو حتى الفوق كما كندير انا هكا قالت لي حتى هذاك غير كذيبة الحمد لله كذيبات وصافي حلوة بالخير ان شاء الله ان شاء الله نجيب الحج ونقش ليها الله يجعل فيك البركة انت نقش ان شاء الله يا سيدي يا ربي تسال عليها بشي رزيق تمشي دابا بشي حجة يا ربي شي محسن يتفرج في هذا الفيديو يا سيدي يا ربي وباغي يدير الخير يديروا في هذه المحسنة هذه هاد المرأة المؤمنة ديال الحج وان شاء الله نتلقى المطر نجي نقش ليها الحنة بالجدار البيضين ان شاء الله يا رب وبالتفاصيل الله يكثر خير وبطول العمر وبالصحة والحياة هي القنطة دغيا فرك نطلب الله من العزيز العلي تدعي عند مسكين الخاطر غياب تدعي تعي هاد الدعوة وانا نطلب الله الدخلة ديالي عليك بشي رزيق لها البنات ها هي البنات ويسهل عليهم شي خير ويحيد لهم القبيحة بالطريق ويجيب لي بالتيسر ويجيب لي بشي ساعد وود النويقر الله يسخر له ويخلي لك مول الدار وهالعذري وانت طيري الله يوفقك خل الخير ويعاوننا خلى القديمه ديالها يلاه السلام عليكم ايوا خليناكم على خير الفيديو يخرج ان شاء الله في الفراغ وخليناكم على خير انتم دعوا معها وعاونوها مسكينه في القناه هي مره مزيانه مره جيده مره محسينه الله يكبر بها انت يا تشوفها شرفتني وعبدني للدوش وما خلات شي حاجه ما قالتاليش ما قالتاش الله يجعل تيد ربي وقبل مع وليداتها وعليكم الخير القويه على هاد العوينات اللي عندك زيده زيده كيف قيله زيده طيبناها غا بالبوسان عندها الحلاك طبين شوفها الله يكبر بحال اللي كتمشي بنيتها صغير ها اش كيشد سي محمد كيبقى يبوسها الله يكبر بيها الحي الله يكثر خيرك الله يرحم